الشيء عضو في مكتب النقابي المؤجر للسيارة جهات فاس مكناس التابع للاتحاد المغربي للشغل. احنا اليوم اضطرينا لهذه الوقفة الاحتجاجية اللي غادي تكون ماشي هي الأولى من نوعها، هذه كانت بداية العمل النضالي اللي كنا اتخذناه قبل وخدينا بسبب هذاك العمل النضالي وعود خصوصا من إدارة المطار باش يدير لنا حل لهذا المطلب اللي تنأكدوا عليه، هو تواجد أصحاب كراء السيارات أو واحد اللافتة اللي كتثبت الوجود ديالنا هنا من أجل تسليم السيارات للزبائن ديالنا ومن أجل استقبال السيارات. كنظن هذا حق ومطلب يعني في إطار قانوني. كنتفاجئوا بأن إدارة المطار من بعد الوعود اللي تعطات لنا وعود مباشرة كنتفاجئوا على أن ما كاين حتى شي حاجة من هذا القبيل، ومن بعد واحد التهديدات اللي كتوصلنا أنها كتخاذ من بعض الناس أو بعض الخطافة حنا تنقولوهم، أو من بعد هذا اللي كيهددوا بأنهم غادي يديروا شي مسائل اللي هي ماشي غير قانونيه، فاحنا تنطالبوا باداره المطار وولايه الجهه باش يديروا لنا هذا الحل، لانه من حقنا. انا بالنسبه لي عندي دي ريزيرفاسيون، او بالنسبه لاي مهني عنده دي ريزيرفاسيون، من حقه يستقبل الكليان على حسب الطلب ديالو، لان الكليان تيطلب عليه انه ياخذ السياره ديالو في المطار ويرضى في المطار. ما يمكنليش انا نضيع هذا الكليان او نقول له لا ما يمكنليش ما نجيش للمطار، بالعكس خصني واحد الفضاء خاص بيا باش نأدي واحد العمل او واحد الخدمه في اطار قانوني، لا انا ولا الزبون. وكنظن هاد الزبائن اللي كينزلوا لهنا المطار ما هما الا مغاربه مقيمين بالخارج او سياح اجانب او رجال اعمال، يعني باش نعطيو واحد الصوره منظمه للقطاع، ما نخليوش الفرصه لواحد اخرين يشوهوا القطاع، يعني بعض السماسره او بعض الخطافه اللي كيكونوا هنايا وتيشوهوا القطاع وتيشوهوا الناس ديال المعامله اللي كنادي واحد. بحال دابا مثلا قلتي السماسره، يعني كيكونوا السماسريه هنا ديال صحاب كراء السيارات، يعني هادو واش عمرهم داروا شي مشاكل؟ هادو دائما كيديروا مشاكل، تيديروهم خصوصا مع الزبائن، وهذا كياثر علينا حنا، لان في الاخر تيقول لك وكالات كراء السيارات وراه ما تيعرفوش منين جايب داك الطوموبيل ومنين جايب داك التعامل اللي كيديو داو الناس فلوسهم وتضروا الناس، ولكن هادشي في الاخر لمن تيرجع لقطاع كراء السيارات، تتولي ديك المعامله كانها دارها واحد المهني من كراء السيارات، وهذا لا. احنا كنخدموا بواحد دفتر تحملات، اي واحد هنا كيجي كيخدم وفقا للقوانين اللي عنده دفتر تحملات. انا عندي دفتر تحملات كيعطيني الحق على انني ليفري الزبون في المغرب كامل، في مطار في لاكار في اي بلاصه عندي الحق قانوني، هذا كيعطي لي دفتر تحملات، يعني مساله قانونيه. انا باغي نخدم في اطار قانوني. شنو هو المطلب؟ هو المطلب هو واحد لازون خاصه بكراء السيارات، كنظن هذا مطلب. وفي ظل هذه التوجيهات الملكيه لجلاله الملك بالنهوض للقطاع السياحي والقطاع الاقتصادي، كنظن هادو مطالب قانونيه. كيخص الانسان، خص المسؤولين والاداره المطاريه الاولى تكون يعني متفهمه هذا الوضع هذا، يعني هذا راه بالنسبه خدمه كنأديوها احنا للمطار، يعني راه كنأديو واحد لو سيرفيس للمطار. هاد الناس اللي كينزلوا راه كيجي كيلقى السياره ديالو في واحد لازون خاصه، كيتستقبل احسن استقبال، كيمشي كيرجع بالسلامه، يعني كنعطيو واحد الصوره تاع حنا لهذا المطار في السايس، وكنعطيو صوره للسياحة المغربية بصفة عامة. السلام عليكم، معكم محمد الرحيوي الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل عن عمالة إفران أزرو إفران. اليوم كنتواجدوا مع الإخوان ديالنا، مع باقي الإخوان اللي كينتميوا لجهة فاس مكناس، لأن هذا المطار ديال فاس مكناس كيهم الجهة ككل، من أجل يعني المطلب القديم الجديد اللي هو تخصيص مكان لوكالات كراء السيارات بالمطار على غرار الخدمات الاخرى كسيارات الاجره الى اخره، وعلى غرار باقي المطارات في المغرب. فهذا المطلب هذا كيف ما قلت لك هو قديم، ماشي وليد اليوم، كنا تقريبا ما يزيد على 6 سنوات او 7 سنوات وحنايا كنتقدموا للسلطات، مختلف السلطات بفاس على راسها الولايه، على راسها مدير المطار، سواء المدير السابق او المدير الحالي. وللاسف يعني ما لقيناش واحد الاذان صاغيه اللي تجاوبت معنا بشكل ايجابي، فاضطرينا من بعد هذه السلسله من النضال ومن بعد هذه المفاوضات اللي ما عطات حتى شي نتيجه، اللي وصلتنا لواحد يعني
المرحله اللي لقينا فيها البيبان جميع البيبان مسدوده، فاضطرينا اننا ندوزوا للمرحله ديال الاعتصام والمرحله ديال النضال وديال الوقفه من اجل ايصال الصوت ديالنا للمسؤولين. حنا ماشي هنا باش نديروا الفوضى اولا نعطيو واحد الصوره سلبيه على القطاع، بالعكس حنا بغينا ان نعطيو صوره ايجابيه سواء على القطاع ديالنا اللي كنتمو ليه اللي هو كراء السيارات او بالنسبه للمطار، لان لا يشرف اليوم كنشوفوا هذه الفوضى العارمه اللي كيعيشها المطار ديال فاس. فكنشوفوا حنا كنسافروا الحمد لله كنشوفوا مطارات في بلدان اخرى، فيحز في النفس اننا نشوفوا المطار في يعني في مستوى المطار ديال فاس فهذه الفوضى. ان السائح كيخرج تلفان ما كيعرف لا المكان المخصص للسيارات الاجره، لا المكان المخصص للسيارات الكراء، لا المكان المخصص للحافلات ديال النقل العمومي الى اخره. حنا بغينا واحد نظم الامور بواحد الشكل اللي غادي كل واحد يزاول المهنه ديالو بشكل مشرف بدون ما يكون مضايقات لاي طرف. فيعني باش بيكون اختصار شديد كنطالبوا بواحد الحيز، واحد المكان خاص بقطاع كراء السيارات للناس الاخوان ديالنا والمستثمرين ديالنا اللي هما فاعلين اقتصاديين بامتياز وكيدافعوا على القطاع السياحي وكيغيروا عليه وباغيين يشرفوه وباغيين يحسنوه. بغينا انهم يتعطى لهم واحد الحيز اللي ممكن انهم يكريو فيه السيارات، يسلموا السيارات ديالهم ويتسلموا السيارات بطريقه مشرفه لا لينا حنا لا للزبون. وفي الاخير كنبغي نشكر كاع الاخوان والزملاء اللي جاوا حضروا. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.